البطلة بسمة رمضان هي ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بني سويف، حصلت على المركز الأول تحت 17 سنة في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال، وكمان حصدت 3 ميداليات ذهبية. تعتبر أصغر لاعبة ضمن أعضاء الفريق القومي في المنتخب والبعثة في أولى مشاركاتها الخارجية. هي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا كابتن بسمة. صباح النور، أخبارك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله، ألف مبروك طبعا ليكي في البداية، وعايزين نعرف منك تفاصيل هذا الفوز بالبطولة. بسمة؟ ألو، معاكي. إزاي فزتي بالبطولة؟ الحمد لله، إن ربنا كرمنا برضو، ويعني أنا بشكر كابتن أحمد عبد العزيز وكابتن مصطفى عبد العزيز، هو اللي وصلني إن أخش المنتخب وكاتي، فالحمد لله إن ربنا كرمني وجبت أول بره. طيب بسمة، قولي لنا بقى استعديتي ازاي للبطوله؟ ازاي قدرتي تكثفي تدريباتك عشان تقدري تبقي مؤهله تدخلي البطوله دي، وكمان تقدري تفوزي بكل الميداليات الذهبيه دي؟ ما شاء الله 3 ميداليات ذهبيه. انا والله كنت بتعب وبكتئب برضك عشان اوصل للحاجه ديت، والحمد لله وصلت لها. عاش يا بسمة والله، الله ينور. طب هل كان في حاجات صعبه قدامك؟ يعني كان الموضوع صعب؟ لا، ما كانش صعب. مكانتش في حاجة صعبة، الحمد لله كانت ربنا مسهلة معايا وكل حاجة سهلة. طيب الحمد لله، كل حاجة سهلة، بس يعني أكيد برضو وانتي كده داخلة تلعبي الرياضة دي مش سهلة خالص يا بسمة، وانتي صوتك يعني رقيق ما شاء الله. قولي لنا ازاي يعني جهزتي بقى كده، جهزتي نفسك؟ كنت بتتدربي قد ايه في اليوم؟ كنت بتاكلي ايه؟ النظام الغذائي بتاعك كان ايه؟ انا اول حاجه نظام الغذائي، الغذاء بتاعي ان انا يعني كنت بظبط في الزن وكده، يعني اللي هو كنت بظبط ميزاني، ما كنتش باكل يعني. الحاجه الثانيه انني في التمرين يعني بتمرن فترتين، فتره الصبح وفتره بالليل. قد ايه بقى؟ فتره الصبح دي كام ساعه وفتره بالليل كام ساعه؟ هي فتره الصبح هي كلها ساعه او نص ساعه، وفتره بالليل ساعتين او ساعتين وشويه. انت عندك كام سنه بالظبط؟ انا بالظبط ماشيه في ال 14. 14 لسه طفله صغيره قوي. صغيره. بداتي امتى؟ انا بداتي يجي لي سنتين وشويه. بداتي من سنتين وشويه ودلوقتي بطل ما شاء الله. طب الحمد لله. لما قلت لهم في البيت ان انت عايزه تختاري اللعبه دي قالوا لك ايه؟ هما يعني ما كانوش مقتنعين باللعبه ديت برضه وكده، فلما رحت التمرين وعرفوا يعني التمرين نفسها، لما عرفوها ففرحوا له برضه. طيب قولي يا بسمه، يعني 14 سنه انت لسه في المدرسه، بتذاكري بقى امتى؟ بتوفقي ما بين الدراسه وما بين التمرين؟ انت ما شاء الله بتتمرني صبح وبالليل، بتذاكري امتى بقى؟ ايوه الحمد لله، ما اليوم بقى الاجازه اللي عندنا في المعسكر بذاكر فيه. بتاخدي يوم واحد بس اجازه من المعسكر، ولا بتاخدي كام يوم اجازه؟ لا، يومين، اللي هو بتاع يوم الثلاث ويوم الجمعه. تاخدي يومين بس؟ طب والمدرسه؟ بتروحي المدرسه ولا لا؟ المدرسه بقت فجاه بيروح لها المدرسه. طيب مين اللي حببك في اللعب؟ يعني مين اللي خلاكي اصلا تدخلي اللعبه دي؟ هو ما حدش حببنا، هو ابن عمه واخويا كانوا بيروح. كان بيروح؟ فانا عرفت، فبقول لهم هو في بنات يعني بيلعبوا هناك. كان بيروح يتمرن يعني؟ فبقول لهم في بنات بيلعبوا هناك، راح قالوا لي لا. رحت لغايه ما شفت انا وبنت عمي واتمرنا وثقت لحد هنا، لان انا كنت عارفه ان احب اللعب. وعند كابتن مصطفى عبد العزيز وكابتن احمد عبد العزيز. في بنات كتير معاكي ولا انت لوحدك؟ لا يعني بنات كتير، مش اللي هو انا الواحد بتاع 10 يعني. بنات 13 بنت كده. ها؟ بتاع 10 بنات 13 بنت كده. تاني بسمة، احنا الحقيقة نورتينا في صباح الخير يا مصر، واحنا فخورين بيكي. طبعا البطلة بسمة رمضان الحاصلة على 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال.